تعالوا مع بعض نشوف مقادير صينية الكفتة بالبطاطس واللحمة. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. انا مجهز لحضرتك اللحمة والطماطم متقطعة شرايح بالشكل ده كده، والبطاطس لو شفت هنا انا مقطعها برضو ازاي اهيت. حلو قوي. يعني انا مجهز كل حاجة. حضرتك قليها نص قليها ولا ايه؟ نص قليها. شفت ازاي جوة دي البطاطس الصينية؟ يعني هنحط بقى واحدة بطاطس وواحدة لحمة، يعني رق وراق. هنرسم لوحة في الطبق دلوقتي. تمام. حلو. ناخد البطاطس. بطاطس باللحمه المفرومه. ايوه. نخليها هنا كده. دي اكله جميله. نخليهم كده. شفت البطاطس بتتعمر بالشكل ده كده؟ حلو قوي. حلو قوي. هي تقريبا نص سوا. دي بس بيبقى البطاطس متقور، البطاطس صغيره ونحمرها ونحشيها لحمه مفرومه. معروفه. هي دي زيها بقى. زيها زي الخرشوف بس كده. دي اسهل. ليه بقى؟ قولي ليه؟ عشان ديت احنا بتبقى سريعه التسويه مع الكفته. لا انا اسهل بالنسبه لي، عارف ليه؟ اتفضل. انا خايبه قوي في التقوير. في التقوير؟ ليه بقى؟ ايوه. انا اصلا بستخدم ايدي اليسرى، انا شوله. على فكره المقاور كلها يا شيف لمين؟ وانا العكس، انا شمال. يعني الايد اليسرى او الايد الشمال هي اللي بتشتغل في المقاول. الايد الشمال ده هو صاحب الضربه القويه. لازم توصلنا. شوف طبعا المصنعين للادوات المنزليه. اللاعب النجم الكبير محمد صلاح طبعا نجمنا. هو خلي بالك برضه اشول في الكوره. ايوه. فالاشول دايما هو اللي بيجي يشتغل صح يعني. هناخد كده. بس حد يقور وانا اشتغل الباقي على طول. هناخد دي كده. خلاص تمام. هنحط. حاضر. عينيا. ده ايه؟ زعتر؟ زعتر. زعتر اخضر انا بجيبه ناشف كده يا شيف. ده موجود العطر. بيبقى موجود عند ايه؟ اعمل له ايه؟ اسلته من العود. هناخد منه شويه كده. هنحطه بسلته يا شيف كده من العود بتاعه من غير عروق. لان العروق مش بتستوي. احنا عايزين الورقه الخضراء دي افصلها لوحدها. افصلها لوحدها. ده بيدي فليفر حلو قوي للاكل طبعا، خاصه الباستا، المكرونه، الكفته. النباتات العطريه عموما، الريحان والزعتر وروزماري. وروزماري. صح، بيدي ريحه وطعم حلوين قوي. هنعمل ايه يا ست الكل؟ هنحطها زي ما هي كده الكفته اهي كبه. هننعمها اكتر يعني؟ هننعمها اكتر بواسطه التوست بتاعنا ده كده. استاذن طبعا الساده المشاهدين صوت الخلاط معلش. والتوست متحمص يا شيف؟ لا التوست طري بيطلع من الثلاجه زي ما هو كده. بنقطعه. نشغل الكبه كده بعد اذن الساده المشاهدين. مش بيحتاج ان هو يتحمص؟ بص بقى هنا السر والخلطه كلها في أيوة. الحاجات اللي انا عملتها. اشرح لنا يا شيف بقى كله اتحط على بعضه، البصل والثوم. معلش انا اسف. اولا اللحم حاضر، اللحمه المفرومه مع الفلفل مع التوست، كل ده بيتخلط مع بعضه. جميل. الفكره في ايه؟ ان انا مش عايز الكفته دي تفك بعد ما احمرها في الفرن ونعملها مع البطاطس والطماطم بالشكل ده كده. هنشغل الخلاط تاني. دي اللحمه المفرومه اللي ازعجتنا بصوت الخلاط. بس اتنعمت خالص طبعا، وحطيت فيها كل الخليط، كل الفليفر ما عدا التوابل. التوم لا برضو. توم حطيت وبصل وفلفل حار وفلفل اخضر كل ده، والزعتر اللي حضرتك حطيتيه. حلو قوي. وحطيت شويه ميه، شقشاء ميه ساقعه علشان حبه ميه صغيرين التوست، علشان يعني المفروض ننقعه في ميه او في حليب. احنا حطيناه زي ما هو.
ليه تاثيره في الحليب؟ في الحليب طبعا هناخد كده معناه ايه يا شيف بيعمل يعني بيدي طراوه لحته اللحمه بيخليها طريه بعد ما نحمرها او نشويها. ان الطص يتنقع في لبن او في ميه كده. اللحمه المفرومه جاهزه بنخليها قدام حضرتك كده عشان عايز حضرتك انت اللي تقفلي الاكل دي عشان عندي شغل كتير. افردها؟ اه لا هنقول لك نعمل ايه دلوقتي. استني هنحط البهارات بتاعتنا. بس الطبق ده مهم جدا وانا عايز حضرتك اللي تتبليه بايدك بقى. ده ملح وفلفل وبابريكا وكمان زعتر. ما هي مش متحدقه خالص. ما فيهاش حاجه خالص. اوكي حلو قوي. احبي لمسات حضرتك كده. فلفل اسود اعتبري نفسك في المطبخ استاذه هبه. بحبه كتير شويه. أيوة. الفلفل الاسود ده زعتر؟ لا ده مش ده سميه. هيدي مزازه بقى. ايوه الموضه بتاعته. انا بحب دبس الرمان في الاكل جدا. مش هو دبس الرمان هو برضه دبس الرمان كمان ده حليب كفته. ده جميل. والفراخ كمان بيبقى حلو قوي. تمام زي الفل. شو الزعتر عجل نقلبها بقى. ايوه وانت بتقلبي الكفته الحلوه دي كده وانك انت شاطره في المطبخ ففي شهود هيقولوا الاكل بتاعك بقى وينبهوا في الاكل بتاعك. معوداهم ان يبقى الطف حاجه هو الاكل اللي احنا عاملينه في البيت. صراحه احنا انا بشجع دايما الام تخش المطبخ. انا ام مصريه صميمه. واضح في هو شغل ومطبخ على طول. دول هندخلهم الفرن بقى ياخدوا ايه كفايه كده علشان هتتشمع. تتشمع. تتشمع يعني ايه؟ هو حضرتك دهنت القارب بقى حاجه بصلاحية. ولا هي دي دهون اللحمه المفرومه؟ لا دهنتها بشويه زيت. تمام هندخلها الفرن تتشمع عشان بعد بعد التشميعه دي يا استاذه هبه. هناخدها نرصها هنا واحده لحمه وواحده بطاطس وواحده طماطم. قولي ورايا كده. واحده لحمه واحده لحمه الاول وبعدين البطاطس هي اللي فوق. لا زي ما انا بقول كده لو سمحت. اوف حاضر. واحده لحمه وواحده بطاطس واحدة طماطم. واحدة لحمة، واحدة بطاطس، واحدة طماطم. ده موضوع كبير، تاني قوليها بعد عشان واحدة لحمة أصدقائك أيوه على الجروب بقى يقولها لك كده. واحدة بطاطس، واحدة طماطم. واحدة لحمة، واحدة بطاطس، واحدة طماطم. واحدة لحمة، واحدة بطاطس، واحدة طماطم. طيب تمام، هندخلها الفرن أهي. يلا التشميعة دي أهي، يلا بص عليها. التشميعة تقعد قد إيه في الفرن؟ 10 دقايق وخمس دقايق. حلو قوي. إحنا بس هنرصها وكده تعتبر استوت. طب حلو تمام. كده خلصنا من الغلبه بتاعه الكفته وصوت الخلاط. بنعتذر كمان مره قبل الفاصل. قبل الفاصل بص على الحلاوه والشقاوه في اداء الصوص ده والفليفر ده والشقاوه دي والحب ده. هنغلف بيه الصينيه بعد ما نحط ونرص الرصه الجميله. حلو قوي. يلا لحمه بطاطس بطاطس واحده بطاطس وواحده لحمه. المخرجنا الجميل جيب لي التحفه الفنيه دي اللي في قلب الطبق حبيبي. انت عامل تابلوه فعلا. شفت دايما طريقتك لرص الاكل. انا ما تخيلتش ان هي هتبقى كده. افتكرتها هتبقى فوق بعضها. السلطه اللي بتعمليه رقات فوق بعضها. طلعت لا دي يعني شفت بقى التركه دي. حلو نرجع قوي. بقى للموضوع هنا الصلصه اللي هي السر اللي هي التركايه. يا استاذه هبه بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقتنع قوي بمقوله ان العين بتاكل قبل البق. طبعا هناخد يعني الفليفر ده كده. شفتي ده كده شويه دول كده اهم زي ما هم كده اهو هنا. يا ويلي يا ويلي ده نزل من اللحمه في التوابل وفي العشق وفي الحب معي. كل ده هو ده اهو. وناخد شويه صوص طماطم الذهب الاحمر ده كده. بص يا استاذه هبه ايوه هنا اهو دي طماطم متسبكه. طماطم متسبكه او صوص طماطم خفيف كده في معلقه السكر والمزازه رشة الزعتر الجريئة. الله. ونقلبهم فاستأذن الأستاذة هبة بإيديها ولمسات إيديها أهو. غلفي الطابلو ده كده بإيد حضرتك. حاضر أنا خلاص بقى إحنا اتفقنا إن أنا إيديا معكوسة معلش. اتفضلي. أحطه لا أنا عايز بقى تتألق. أنت في المطبخ في البيت. ما تخليش عليها تتفرج علينا وتقول فين ماما. إيه ده؟ عالية. شفتي لازم صوص الطماطم يكون خفيف وفاتح. هي طبعا هتمسكني بعد الحلقه تقولي اصل كنتي بتعملي لازم يبقى خفيف وفاتح. لازم عشان تفاصيل الطابلو ده يبان. لو صوص طماطم تقيل وسميك هيغطيها. هتغطيها. ايوه 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 تسلم ايدك. انا هبقى اسرع اهو. هو لحد امتى نفضل نحط لها الصوص؟ لغايه لما نخلصه كله. كله عادي. أيوة. يعني مش يكتر مثلا فيطري البطاطس اكتر من اللازم او كده. انا عامل الكميه على قد بس تبان التفاصيل. تسلم ايدك.
تحملها بقى عشان أيوة. الامانه أيوة. بتقول كده. تسلم ايدك. هو ده الرشه الجريئه. شفت بقى دي؟ شفت التركايه دي؟ الرشه الاخيره. العب. بص 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 بص, بص. هو ده. ده ايه بقى؟ ده بقدونس. الله حبيب الكفته. طبعا استاذه هبه هتدخلها لنا الفرن. طبعا اتفضلي استاذه هبه بقى. ان هي تحط البطاطس في الفرن ولينا دي مكانها فين؟ فوق ولا تحت الصينيه؟ اه هاتيها دي فوق ولا تحت؟ احطها على الشبكه ولا تحت؟ سيبيها على الشبك فوق. على الشبكه فوق. ليه؟ عشان تاخد لون. ايه اللحمه مستويه؟ هو الفرن ولع من فوق؟ جاهز. ولع من فوق ومن تحت. ايوه اتفضل. ميرسي يا شيف. اتفضل. يعني مشغله الشوايه مع الفرن نفسه؟ مع الفرن نفسه. انا اطلعها انا بقى ابص عليها كده. أيوة. مش قادره مش قادره برضو لسه واخده على وقفه المطبخ ببص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الطابلون اللي عملته الاستاذه هبه كده. لا ده لوحه فنيه حضرتك اللي عملته. تسلم ايدك. طبق الفول بتاعنا حلو قوي يا شيف. عينيا. حاضر والله العظيم. قوي